الخطيرة بعد كان الثنائي شاهدنا اللعب رياض محرز وسليماني، يعني كلاهما حاول وفي النهاية يبعدها الدفاع، يبعدها اللاعب ماكويان والكرة مباشرة للركنية والركنية للمنتخب الجزائري. معك يا الخضراء، لكن ينبغي على الخضراء كذلك أن تقدم المردود الطيب، ينبغي أن تبين على أنها جاهزة لكأس العالم. كرة ملعوبة ومرفوعة والرأسية، الهدف الأول من اللاعب رقم 4 بالكلام يفتح باب التسجيل على إثر هذه الركنية ويبعث الفرحة في الجمهور. الهدف الأول إذا للمنتخب الجزائري. شوف 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 الرأسية، ولكن يلمس الكرة وتدخل الشباك، لم يكن ينتظر هذه الكرة بالكلام.